ميدانيا وصلت قوات العمالقه مشارف مدينه زبيد بعد السيطره على مزارع الفازه والتحيتا والمدمن والسابحه جاء ذلك بعد ان انطلقت القو او اطلقت القوات عمليه واسعه لتطهير مزارع الفازه من اوكار وجيوب ميليشيات الحوثي الاجراميه بغطاء جوي كثيف من قبل التحالف العربي. كما قتل أكثر من ثلاثين من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات ميدانية بالإضافة إلى غارات جوية لمقاتلات التحالف أسفرت عن تدمير ما يقارب من خمس عربات للحوثيين كانت في طريقها لتعزيز جبهات الفازة وباغتة القوات المشتركة بعد قصف مدفعي وغارات جويه للتحالف من الميليشيات الحوثيه بهجوم على عده محاور جنوبي الحديده، واجبرتها على الفرار من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازه صوب مركز مديريه التحيتة وزبيد، واسرت القوات المشتركه عددا من الحوثيين خلال المواجهات التي تاتي ضمن عمليه ترمي الى تامين وتمشيط مديريه التحيتة ومنطقه الفازه التابعه لها، وكذلك تامين الطريق الساحلي الذي يمتد من التحيتة حتى المناطق الجنوبيه والغربيه لمدينه في مدينة الحديدة